ويقول: وما هي خير الأعمال التي أقوم بها كي أكون بارا بوالدي المتوفى؟ خير الأعمال أولا أن تسدد عنه الديون التي عليه، هذا خير الأعمال، بر بوالدك، تخلص ذمته إذا كان عليه ديون تسددها. ثانيا تنفذ الوصايا التي أوصى بها، تنفذ وصيته التي أوصى بها إن كان له وصية. ثالثا تدعو له، تكثر من الدعاء له، تحج عنه، تعتمر عنه، تتصدق عنه، كل هذا ينفع الميت بإذن الله. نعم.